الخبر يقول لك في إيطاليا القبض على واحد يغطس قطط بالحنة، يعني غطس قط بالحنة، والقارن عربي ومسوي بيشخص على الأمريكان يغطس وين يغطس بالحنة القطط، يطلع أشقر ويبيع القارن، بيعها على 9 أشخاص. بالله عليك بالله عليك، آخر أوقاتك تبيع القطاط يعني على 9 أشخاص؟ والله العظيم أنا بس الحين لا غطس يطلع شكله الشب الأسد. يطلع الليث الصغير وقطو. والله عاد الحنة، والله العظيم بالله عليك، آخ بالله عليك، يعني احنا عندنا صراحة شخصية لازم نستقبلها عشان يعلق لنا على الحنة اللي هذه صايرة. في واحد يعلق على الحنة يعني؟ اي نعم، احنا هذه ما نطوفها الحنة، والله العظيم ما طوف قسما بالله. قطط ولو باعها على 9، نعم باعها على 9 وحطها في مشاط وشخص عليهم، شخص عليهم. نشوف عندنا بالله عليك يا اليوم عندنا ضيف يا اخوي بيعلق على موضوع القطط والحنة، على موضوع القطط هذه اللي باعوها على 9 أشخاص. رئيس هيئة الحيوانات والقطط يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا يا هلا، مرحبا يا ابو عبد المحسن. ايش رايك في اللي يغطس الناس ويقطط القطاوة على حنة؟ بالله عليك ايش رايك فيها؟ شوف يا خبرنا رهيب لا شك، رهيب لا شك، رهيب. لكن تدرون انكم تجهلون جانب مهم. ايه جانب مهم هذه يا حبيبي، حرفنا كم باع؟ باع 9. من 9 كم؟ 9 قطط باعها. من كم؟ من كم؟ من واجد، القطط واجد عندهم والله. هذه اسمها حرفنا. لكن شوفوا يعني خلونا يعني نكون صريحين يعني. شوفوا القطاوة لازم نحترمها. ايه القطاوة لازم تحترمها. ليه؟ لأنها مخلوقات الله. لكن ما دام الأمر صار وانتهى فأنا شخصيا أعتبرها حرفنا. بالله عليك ملونة، تقول لي حرفنا ملونة، صارت أحمر وأبيض. والله يبا هذا، والله العظيم والله العظيم أخرى. هذا شوف 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 الأمور ذي. طيب شوف أعلمك، شفت الصبغ اللي يسوونه ذا؟ اي نعم. أنا أعرف واحد كل شهر عنده قطوة جديدة وهي نفس القطوة، يصبغها كذا يطقها كذا عادي يعني. ترى على فكرة بكرة بتشوف تطورات غريبة يعني. أنا هذا اللي خايف والله، لا تستغرب لما تشوف القطاوة هي اللي ماخذ المجال كله. لا قاعد ولا هذا النظام اللي ايه. كلب 16 16 هذا مشكلة والله حبيبي. هذا القط هذا لازم أنا أروح أشوف إيش مشكلته، لازم أشوف أي حن استعمل يا رجل. لا تروح، هل فيها سدر ولا ما فيها سدر؟ هذه لا، لو تروح انت شريت واحد ولعب عليك هو. نشكر 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 ربي، يعطيك الغيف. شكرا 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 شكرا. بالله عليكم انا والله ما ادري اقول، والله ما ادري اقول. قطط بالله عليكم، قطط تحنونهم، روحوا حنوا ناس يا اخوي، الناس واجد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.